إن لهذه الجامعة الغراء عمقاً استراتيجياً وعلاقات تمتد إلى أبعد الحدود، وهذا ما يجعلها في الصدارة على الدوام، وذلك بفضل رجال لا يعرفون الكلل ولا الملل ويواصلون الليل بالنهار كي تمضي مسيرة العلم والعطاء نحو مزيد من التميز والإبداع. مع كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية معالي النائب جمال ناجي الخضري، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الدكتور أسامة العيسوي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حضرة الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، حضرة الدكتور عصام يوسف كاسر الحصار ورائد من رواد دعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني ذو المواقع المختلفة في انتربال وفي قوافل الأميال من الابتسامات وفي كل أعمال الخير، الأخ الدكتور نظم المصري عميد خدمة المجتمع، الأخ المهندس فادي الهندي مدير مؤسسة التعاون في قطاع غزة، الأخ المهندس طارق ثابت مدير المشروع، الأخ الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، الأخ الدكتور موسى الحسينة عضو مجلس الأمناء، الإخوة الحضور الكرام من المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية وممثلو المؤسسات المشاركة في هذا المهرجان وهذا المشروع الريادي المميز، الإخوة الكرام من قافلة أميال من الابتسامات رؤساء الوفود القادمين إلى غزة ضمن هذه القافلة، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات المشاركون في هذا المشروع، أحييكم جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الكبير للجامعة الإسلامية بغزة ولفلسطين، نقول باختصار شديد في هذه اللحظات نقدم شكر خاص وشكر مميز لمؤسسة التعاون التي من خلال صندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت تبنت دعم هذا المشروع، فالشكر والتحية لمؤسسة التعاون والصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت. وهذا الدعم الثاني الذي يلقاه هذا المشروع، فالنجاح الأول للمشروع الأول أعطى هذا العمل المميز لمزيد من الدعم والإسناد، لولا النجاح لما كان الدعم. وأنا أقول أن نجاح هذا المشروع الجديد سيفتح آفاق جديدة نحو مزيد من الدعم لهذه المشروعات المهمة. اليوم في ظل واقع صعب وفي ظل واقع مرير وفي ظل حصار خانق ومطبق تأتي هذه المشروعات الريادية والإبداعية والتي تحتضن من هنا من الجامعة الإسلامية بغزة والمؤسسات المشاركة لتعطي الفرصة لشبابنا ولأهلنا كي يستمروا في الحياة رغم الظروف الصعبة، كي يجدوا مكاناً على هذه الأرض يعيشوا من خلاله من خلال هذا المشروع المميز، كي نصل إلى مرحلة الاعتماد الذاتي. ونقول بكل وضوح أن هذه المشروعات ومشروع مبادرون اثنين هو مشروع حقيقي لكسر الحصار وتعزيز الصمود لشعبنا الفلسطيني. نعم هو مشروع كسر حصار، لأن الاحتلال لا يريد لشعبنا لا التعليم ولا الحياة ولا العمل ولا الإنجاز، ولكن في وقت من أوقات الحصار المشدد على شعبنا يخرج هذا المشروع إلى النور ليحتضن هذه المشروعات الإبداعية من طلابنا ومن خريجينا ويقول لا، نحن ثابتون على هذه الأرض، نحن
هنا مرابطون، نحن هنا ندعم هذه المشروعات، نحتضنها لنولد من هذه المشروعات فرص عمل وفرص للمشاركة في الاقتصاد الفلسطيني، فرص لكي نساهم في هذه المشروعات بإيجابية في الحياة، نوفر للناس ما يحتاجونه. إذن هي تعطي الناس حاجات هم بحاجة إليها، وتعطي المشاركين في هذه المشروعات وأصحابها الإمكانية في أن يترجموا الأفكار إلى أفعال وإلى مشروعات، وتعطيهم أيضا فرصة للنجاح في كسب ما يمكنهم من أن يستمروا في حياتهم بشكل أفضل. إذن هي فوائد متعددة لهذا المشروع، والرابح الأول في هذا هو من قدم الدعم، هو الرابح الأول لأنه عرف تماما أين يمكن أن يوجه الدعم وكيف يمكن أن يستثمر هذا الدعم بأفضل ما يمكن. هنا في الجامعة الإسلامية في مشروع مبادرون يوجه الصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالكويت من خلال مؤسسة التعاون الدعم لمبادرون، ويجد كل احتضان من الجامعة ومن المؤسسات الشريكة لها لتنتج لنا في النهاية نجاحات متميزة بأفكار ريادية بواقع عملي. إذن الدعم اليوم يولد واقع عملي في إنجاز وفي نجاح، وبعد قليل سنشاهد جميعا هذا الواقع العملي. إذن الحديث يدور اليوم عن دعم يولد عمل، وهذا هو المطلوب. المطلوب اليوم، وأنا أقول من هنا، نوجه نداء إلى كل المؤسسات المانحة، كل المؤسسات الداعمة، سواء على صعيد عربي أو إسلامي أو دولي، سواء على مستويات شعبية أو رسمية أو حكومية، وجهوا الدعم لمشروعات الاحتضان لمشاريع الشباب. لدينا المئات بل الآلاف من شبابنا، ولديهم إمكانيات كبيرة متميزة مبدعة رائدة، لدينا من العقول التي نفخر بها، لدينا من الإنسان الفلسطيني الذي هو أعز ما نملك، والذي استطاع أن يصبر ويصمد ويتعلم ويتميز، ولدينا من التجارب الناجحة بالآلاف، ولا مجال هنا لذكرها. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب احتضانها، المطلوب رعايتها، المطلوب الأخذ بيدها كي تمضي قدما في المجتمع الفلسطيني والعربي، كي تعمل من هنا إلى خارج الحدود. اليوم عبر وسائل الاتصال الحديثة لا مجال لحصار ولا مجال لمنع، يمكن أن نعمل من هنا، وعملنا من هنا من خلال مشروعات عديدة عملت في غزة، واستطاعت أن تتواصل مع مشروعات خارجية في دول عربية ودول أجنبية، واستطاعت أن تنافس مشروعات فلسطينية من قطاع غزة، نافست مشروعات عربية وإسلامية ودولية، ونجحت في أن تخترق الحصار وأن تحظى بثقة شركات كبيرة وعملاقة في دول عربية سترونها الآن بعد قليل. التحية، كل التحية لكل المشاركين، لكل المشاركين في هذا المشروع الريادي الإبداعي، لكل من عمل، لكل من ساهم، لكل من ساعد، لا أريد دخول في أسماء، كل من عمل هو يعرف تماما ماذا قدم، ماذا أعطى. هو قدم واجبه بالأساس، ثم هو في مكان بإذن الله تعالى سيحصل على أجر كبير لأنه ساهم في مساعدة من يريد المساعدة. إذن بالرؤية الواضحة، بتكامل الجهود، باستثمار كل الجهود والطاقات، يمكن أن نصل إلى ما نريد، ويمكن أن نتحدى الاحتلال، نتحدى الحصار، حتى نعزز من صمود شعبنا، وحتى نصل إلى أهدافنا. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا العدد الأول من مجلة مبادرون، أهداني إياه أحد الإخوة قبل قليل لنعلن أنه بالفعل بدأت مبادرون تطلق أول مجلة لها، فالتحية، كل التحية للشباب الذين عملوا وأعطوا وقدموا في هذا الاتجاه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.